مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدين في يوم جديد من ايام يمعتنا في الافنيوز، يمعتنا اللي تستمر طوال ليالي شهر رمضان المبارك واللي فيها السوالف الجميله والدردشه الخفيفه والاسئله البسيطه والجوائز الكثيره. يلون مساك الله بالخير، مساك الله بالنور يا حمد، الله يسلمك، مسي على الجمهور والمشاهدين بكل خير. وطبعا احنا اليوم يا حمد عقب ليله القرقعون اللي مرت علينا، احنا حاليا قاعدين نستعد حق العشر الاواخر والعيد، وخلاص بقى شوي شوي ونودع رمضان. وشوي شوي معتنا قاعده تقل يعني اقصد ايامها تقل. الايام تقل، ولكن هني عندنا الجمهور ما شاء الله يوم عن يوم قاعد يزيد، ويوم عن يوم اللي تابعونا من خلف الشاشه ينورونا هني. مثل ما تقولين انت دائما وتقول لكم دلال لا تتم في البيت، تعال هني وشارك وان شاء الله فالك الفوز في معتنا في الافنيوز اللي دائما تاتيكم برعايه جي اف اتش وكذلك مجمع الافنيوز. كل الشكر والتقدير لمجموعه من الرعاه اللي يقدمون مجموعه من الهدايا المنوعه مثل محلات الامود، رمسات للعطور، طيف الامارات، مجوهرات العلوي، مجوهرات الجنه، محلات ريفا، يوتيوب لند للعطور، وكذلك بيرفوميستا العود. وايضا يا حمد مطعم انجلينا ولومي ومزمز ويا سلام والجزيره بيرفيوم، وعندنا مطعم ذا هاوس بوت والتي كلاب وذا اويشي وذا فود هول، وطبعا مينيسو، هيلتون جاردن اند بحرين بي، واصغر علي، وسينبون، واتش جي اي، والمصممه العالميه كبرى القصير. بما انك تكلمتي عن العيد، هل انت من الناس اللي يجهزون حق العيد حد بعده والله ما يعني العشر الاواخر لكل شيء جاهز عندك؟ لا صراحه حد بعده. لا ليه اخر 27 على اخر لحظه؟ انا احب تعرف شنو يا حمد، انا احب قبل ليلتين من العيد شوف الزحمه في الاسواق واليهال واللوية والناس تاخذ المكسرات وهذا هو ما ردنا عيد. اي والله بس هاي اللوية حلوة ترى. وراح تصير هني بعد عندنا لوية ويمعة حلوة. مشاهدينا نحب نذكركم شرفونا ونورونا مجمع الافنيوز بوابة الميناء، اخذوا لكم رقم وان شاء الله لكم نصيب. وننطلق يا حمد، ننطلق يلا يلا. مساء الخير، مساء الخير، جمهورنا جاهزين؟ جاهزين؟ أعطيهم أعطيهم الثيمة أعطيهم. four five five six أربعة خمسة خمسة ستة أربعة خمسة خمسة ستة موجودة؟ صفقول لها حياك. نوجه تحية وتقدير حق فريق الإعداد ونقول لهم شكراً على تعاونكم وشكراً على هذه الأسئلة اللي قاعدين تحطونها لنا والمعلومات القيمة. كثروا منها بعد. كثروا منها. عليكم السلام، حياك. علينا وعليك، شلونك؟ طيب الحمد لله. شلون أمورك؟ طيب الحمد لله. جهزتي حق العيد؟ خلصنا القرقعون، خلصنا بداية رمضان، الحمد لله. الحمد لله. شلون العيد الحين؟ لحد الآن ما سوينا شيء. إن شاء الله اليوم تفوزين بال 200 دينار عشان تروحين وتستانسين وتسوقين. سيدة ناخذها مني وروح مني. حلوة حلوة. زين ننطلق نسأل السؤال على طول. تفضل. يقول لك شنو هي الحفرة الصغيرة اللي يحطون حولها حجارة؟ وفي النص يحطون الخشب عشان يشتعل وتطلع النيران، ودائما يستخدمونها حق الطبخ وخاصه الخبز. تنور. يا سلام، خليتني اخلص سؤالي حتى. شنو غششته حمد؟ لا الوصف غش. لا لان الوصف يعني سهل الاجابه. انت شاطره، كنتي مركزه. دائما مركزه. يلا انا انت تكلمين انا اقول شنو هذه؟ شميت ريحه التنور ها مره واحده. الله، والخبز بعد الفريش. يا ايوه ما يعلى. يلا اختاري ليش من واحد لسته. اللي بخاطرك افتح الصندوق وخذي اللي فيه. يلا قلبك دليلك. يلا تفضلي. أربعة شكل حق التسوق فيه. ها؟ احنا نحب الشوبينج. كوبون. كوبون مقدم من الافنيوز. وعليك بالف عافية. نورتينا حياك. كل عام وانت بخير. هو كوبون، هو كاش، هو حلو الكوبون حق بعد العيد بعد ترى تسوق في العيد حق شخصين. يا سلام. جمهورنا جاهزين؟ دلول حق المشاركين. جاهزين؟ مدللين المشاهدين. جاهزين؟ مو جاهزين؟ الأطفال قاعدين يردون عليك. شوفي أنا أحب الأطفال. اليهال حبوا الكلمة.
4512 4512. وينه؟ 4512 موجود؟ حياك. عليكم السلام. اهلا وسهلا. شو اقول متوتر؟ لا الامور طيبه وخليك مبتسم، وان شاء الله اليوم بتفتح واحد من البوكسات ان شاء الله. انزين، شو اخبارك ويا العيد؟ الحمد لله. والله جهزت شيء؟ لا والله لحد الان. وانت شكلك مثل نون وحمد على اخر لحظه. على اخر كم من يوم عدل؟ عدل. انزين، انت عيونك تقول لي يلا خلصيني سأليني بسرعه. اي والله. انزين، يقول لك شنو هي الفخاره؟ يعني الفخاره المشهوره قديما، هي فخاره مشهوره قديمه. انزين، ويستخدمونها لحفظ الماء وحفظ الطعام وكذلك الاشياء الثمينه مثل الذهب. شو اسمها؟ جلي. لا يحطون فيها الماي عشان يحافظون على برودته قبل. اي، وساعات يخشون فيها الاشياء الثمينه. المسلسلات القديمه شيء. اليوم كلامنا كله عتيج ترى قديم. البيع؟ لا. انزين، انا بقول لك خيارات: الكوب ولا الكوب ولا البرمه؟ البرمه. وانت صح. البرمه او الحب صح. برافو عليك. يلا حياك. عندك من خف التوتر ان شاء الله. عندك 1 2 3 و5 و6. خف شوي التوتر. خف شوي. يلا الحين بيروح كل التوتر انا اتوقع ان شاء الله. يلا بطل افتح. كوبون مقدم من الافنيوز، وعليك بالف عافيه. ها، شلون توتر وياك الحين؟ امورك طيبه؟ عليك بالعافيه. حياك الله. ما عليه شعور توتر. أنا كان خاطري يطلع لك كش، لأن الكش يخفف من الضغط والتوتر و صدق والله. إيه، ويجيب لك يزيد من هرمون السعادة. يزيد السعادة. إيه، أنا عارف إن أنت ما تحب الكلام، بس أنا أحب أقوله. أنا قلت محب؟ لا، يعني أنت ما تفضل الكاش والذي صح؟ تحب الأشياء العينية يمكن أكثر؟ لا، أحب تذاكر السفر. أوكي. لو فزت بجائزة قيمة كاش، إيش بتسوي؟ بشتري تذكرات سفر على طول. قيمة فلوس. يعني كم يعني؟ مليون مثلا؟ ايه مثلا، شو بتسوي؟ اول شيء بسدد قروض. انا اقول نطلع لقطات ونرجع. نروح نشوف الشطرنج. لقطات الشطرنج يا دلال مولعه وقاعده تقترب من الادوار النهائيه. يلا خلينا نشوف مجموعه من اللاعبين شو يقولون عن البطوله ونرجع. راجعين. بطولة الشطرنج فيها منافسة كبيرة وفيها مشاركة واسعة من قبل لاعبين المصنفين. وين وصلنا وشلون شايف المنافسة لحد الآن؟ البطولة قوية وتعرف مشاركة لاعبين أقوياء وفرصة للاعبين في البحرين لزيادة مستواهم واكتساب الخبرة. وطبعا احنا وصلنا تقريبا نص البطولة، منافسة شديدة على المركز الأول. للحين في 3 لاعبين متصدرين وإن شاء الله باقي الجولات بتحدد الفائزين. لحد الآن في بعض المفاجآت بالنسبة لكم أو حسب التوقعات اللي كنتوا تنظرون لها قبل البطولة ماشية من حيث أسماء اللاعبين، خصوصا أن هي بطولة فيها مشاركة من قبل لاعبين مصنفين؟ والله في مفاجآت وفي نتائج كانت متوقعة، لكن الحلو أن في لاعبين بحرينيين شباب صغار الحمد لله قاعدين يقدمون بشكل ممتاز جدا وقاعدين يحققون مفاجآت، واعتقد هاي فرصة لهم ان يلعبون مع لاعبين اقوياء يكتسبون خبرة وفرصة لهم تطوير مستوياتهم. بما ان البطولة في رمضان، كيف شايف تأثير الوجبات الرمضانية على اداء اللاعب، خصوصا ان الشطرنج تعتمد بشكل كبير على التركيز الذهني والهدوء وغيره؟ والله بالنسبة لي البطولة في رمضان جدا ممتازة، ما في أي تعارض، بالعكس الواحد يكون شوي عقله خفيف مثل ما نقول. أول المفروض عقب الوجبات يمكن شوي واحد يرتخي ويهدأ، لكن الشيء الحلو في البطولة المميزة أنه تم مراعاة أوقات اللعب مع عقب صلاة التراويح، فشيء طيب جدا، تعطي المجال للجميع للمشاركة
وبالعكس اقبال كبير جدا، وللاسف حتى يمكن ما في مجال لاعبين ثانيين يدشون البطوله لان ما امتلأت المقاعد. في الاجواء التنافسيه للبطوله خصوصا ان هي بطوله تقام في رمضان بمشاركه واسعه من قبل لاعبين اجانب ومصنفين. والله اليوم يعني احنا جدا سعداء كبحرينيين اولا ان في اقبال واشراف على اقامه بطوله مثل هاي البطوله في البحرين، وخصوصا في مكان جدا مناسب يعني يجذب السياح ويجذب الاجانب ويجذب الجميع فئات المجتمع، يخلي الناس كلها تشوف ان في لعبه اسمها الشطرنج وشيء يعني يوسع الصدر حق لاعبين الشطرنجيه في البحرين. ايش رايك في الاجواء التنافسيه خصوصا ان احنا قاعدين نقترب من الادوار النهائيه؟ الادوار النهائيه قاعده تصير شوي حاسمه يعني، خصوصا الادوار النهائيه في البطوله هذه بدت تصير يعني اخر المراكز راح تحدد في اخر جولتين في البطوله، فكل ما قاعد نتاخر في الجولات كل ما قاعد تصير بطولات اقوى واقوى في الجوله. قامت البطوله في رمضان بالنسبه لكم كلاعبين بحرينيين واكيد عندكم شعائر الصيام، هل هو مؤثر ايجابي او سلبي على اللاعب خصوصا ان يعني المنافسات تقام بعد الفطور؟ يعني هل اللاعب ممكن يكون يثقل، القهوة تأثر عليه، إذا ثقل في الفطور ممكن ما يؤدي بالأداء المناسب؟ هو كله يعتمد على النظام الغذائي للاعب، خصوصا إذا عنده مباراة ويحتاج أنه يفكر فترة طويلة لازم يحاسب شنو يأكل على الفطور، لا يثقل الأكل على أساس يقدر يخلي شوي الدم يرتفع إلى مخه يعني مو كله في البطن، فخلينا يعني هو بشكل عام المباريات في رمضان مريحة خصوصا أنها تقام في فترة المسائية يعني ووقت مناسب جدا يعني على الساعة 9 أو 10 وقت جدا مناسب يعني في مساحة أن الواحد يتفطر ويرتاح شوية بعدين يلعب يعني. لكم مشاهدينا من جديد، طبعا نحب دائما نشيد بالطاقات هذه، طاقات شبابيه الابداعيه اللي يلعبون لعبات الشطرنج ولعبه الذكاء يا حمد، والاحلى ان برنامج جمعاتنا في الافنيوز اتاح لهم هذه الفرصه. فعلا ولاحظ ان الشطرنج منتشر بشكل وايد كبير بطولاته بالذات في رمضان، هم هني ورانا دائما في تنافس، والاحلى دلال انه في مشاركة واسعة هالمرة، لاعبين أجانب لاعبين مصنفين، فحلو إنه يكون التنافس عشان حتى تنتشر اللعبة أكثر وأكثر. لعبة ترى وايد صعبة، إيش رأيك نسحب على الثالث والرابع؟ هذه المرحلة الصعبة يا حمد. صعبة. لأن أنا أشوف الجمهور هني ما شاء الله كبير كبير يعني كبير. يعني يقولون نسحب. بالضبط. نسحب يلا. ترى متوترين على أعصابهم. وين؟ يمين يسار. وين؟ يمين؟ شعر. أربعة آلاف وستمية وثمانية وعشرين. أربعة آلاف وستمية وثمانية وعشرين. وينه؟ أربعة آلاف وستمية وثمانية وعشرين. موجود؟ غيره؟ موجود؟ كلهم قالوا لك إيه؟ موجود؟ لا موجود. حيات. هذه سهولات اليوم كلامنا عتيج عشوائي عليهم، ها نبي يفوزون كذي يستانسون قبل موتي مجاوبه هي السؤال. تبين ابين لك صح كلامي؟ يلا حياه تفضلي. حياه تفضلي. سيدي حياه مرحبا، شلونك؟ طيبه؟ الله يسلمك. الحمد لله بخير. طيبه الله يسلمك. تجهيزات حق العيد؟ والله على قدم وساق شغاله يعني. اي لا لازم نرتب يعني ما يصير عيد على اخر الوقت تروحون في عندي في ذمتك مو بحلوه لو جت العيد على اخر لحظه؟ حلو. المحلات مفتوحه لنص الليل تحصلين عروض وانتهت النص الليل والصالونات والحنايات واليهال والحلويات. صح حلوه صح حلوه. زين المثل يقول اللي في الجدر يطلع الملوس. تفضلي تفضلي يلا خلاص تفضلي انت راهنت على ذي الشيء وطلع صح. يلا حياة انت فتحي. جائزتك فانت فتحي. كوبون مقدم من الافنيوز. الف مبروك. حياك الله. عليك بالعافيه. انت بخير حق العيد.
ترى انت وين احلى من طبيعه يعني. شكرا. وين يسار؟ ان شاء الله. 4610. 4610 وينه؟ موجود؟ 4610 حياك حياك تفضل موجود. بس اليوم كلامنا كله قديم. لا لا الأسئلة يعني... أنا أشوفها صراحة سهلة. بطلب فريق الإعداد يصعبها شوية عشان أنا أغششهم. أيوة عشان ندور أكثر. هاي اللي عليكم السلام يا هلا. شلونك؟ الله يعافيك. شلون كل شيء؟ والله الحمد لله بخير. شو البرامج عندك؟ والله طلعت مع الشباب مجالس رمضانية. كوت وهند تلعبون بته والله ما فيها سبب. لا ضروري بته. اونو ضروري. غالب والله مغلوب. والله ساعات. اليوم ان شاء الله بتكون غالب. ان شاء الله. انزين سؤالي على السريع. تفضل. بئر ماء كان موجود قبل في البيوت القديمة، البيوت الكبيرة. حلو. موجود في زاوية كذي على كتر وعميق، شو يسمونه؟ الراوي والله الجليب. الجليب؟ ايه سمعتها من قبل والله بالحظ. 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 الجليب يخليك تختار واحد من صوني. تفضل. يلا حياك. رقم 5. روح له. وخذ اللي فيه. جاهز انت؟ انا جاهزة. تفضل المايك. واو كاش يا سلام كاش. يلا احسب. حلوين. لك اليوم فايز انا. تخسر في المجلس تفوز عندنا. يعني كم؟ يعني كم؟ 200. 200 دينار حيو يستاهل. عليك بالف عافية. قلت لك تخسر في المجلس تفوز عندنا ان شاء الله. عاد وزعهم عيادي ها؟ السحور عليك اليوم ها؟ الله يعينك يا شباب. وصلنا اللحظة الأخيرة. الأخيرة كنت مستانسة. لا مستانسة إني باكر بعد مني. لا أنا استانس إذا يعني اللي يطلعون معانا يفوزون بجائزة أيا كانت يا حمد. طبعا الكاش هاي الجائزة الملكية أنا أعتبرها. بس حلو إحنا بعد مستانسين إنه ويا الناس على طول ونشوف فرحتهم ونشوف ردة فعلهم. أنا بكل توترهم البسيط بعد يخاف حلو. يخاف يا حمد. وبقول لك شغلة، أنا بكل واحد قلت له كاش يعطيني عيدية من هالميتين يتذكرونك على طول. ترى مفترض مفترض يطشون لي بنفت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واحنا متواصلين وياكم بشكل يومي في معاتنا في الأفنيوز، البرنامج اللي يأتيكم برعاية جيف اتش ومجمع الأفنيوز. كل الشكر والتقدير لمجموعة من الرعاة اللي يقدمون مجموعة من الهدايا المنوعة والجميلة مثل محلات ألمود، رمسات للعطور، طيف الإمارات، مجوهرات العلوي، مجوهرات الجنة، محلات ريفا، بيوتي بلند للعطور، وكذلك برفوميستا. ما أشرت علي ولا قلت لي مجوهرات الجنة اليوم لابسة من عند الجنة. ما كنت أعرف صراحة. لا اليوم من عند الجنة. أي يمكن لازم أشوف الستوري عقب عشان. ونضيف عليهم مشاهدينا مطعم أنجلينا ولومي ومزمز ويا سلام وذا هاوس بوت ومطعم ذا أويشي، وأيضا عندنا تي كلاب وذا فود هول وميني سو وهيلتون جاردن إن بحرين بي وأصغر علي وإتش جي آي وسينابون، وطبعا المصمم العالمي كبرى القصير اللي تكشخني كل يوم هالكشخة الحلوة والألوان الجميلة الرمضانية لبرنامج جمعتنا في الأفنيوز. نشوفكم بكرة في نفس الموعد. ما نبيكم تطلعون في التلفزيون. تتفق معي ولا لا؟ طبعاً. تعالوا عندنا هني، خذوا لكم رقم من عند بوابة الميناء، شرفونا، خلونا نخفف الضغط والتوتر اللي انتوا فيه وتفوزوا معانا بكاش. ونشوفكم بكرة. مع السلامة.